طوني الفيديو مال حمو السلطان ويا الكابتن يونس امان، خلينا نشوف اسلحته نشوفها. قبل المباراه شلون يتصرف كابتن يونس. علي سالم بيستضيف الكابتن حمو السلطان، كابتن حسن يا مرحبا من قطر، حسن كواري من قطر. نعم يا مرحبا. وحسام هلا حبيبي، قول اللي يعجبك. انا اقول إيه؟ اول شيء ما عندنا خسران ولا فايز بامانه، الحمد لله كلنا في هالدير الحلوة والناس الطيبة، ودي نبي نفرح وياهم حق نجاح البطولة. هاي واحدة. وأتمنى من كل قلبي وقفة الخليج ويا العراق. يعني إيش تعرف، عندي الفكرة اللي جاتني لها إنه إحنا تكون البطولة اللي بعد هذا تكون في العراق أيضا، في أي منطقة. يا ريت صراحة، يعني يعوضهم عن السنين الغياب هذه، إنه تكون البطولة في أي بطولة، أقرب بطولة تكون إن شاء الله عندهم كأس الخليج. معي حسن ولا والله أنا أتمنى تكون البطولة الآسيوية تكون في العراق، يستحقون ذلك صراحة، ويستحقون الدعم. واجب دعم. إيه نعم، ندعمهم. وقبل ذلك أحب أبارك المنتخب العراقي التصدر، والمنتخب العماني تأهل أيضا.